بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وحرصا من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على التواصل مع المواطنين والاحتفال معهم بكافة المناسبات، فقد قام رجال الشرطة بتوزيع باقات من الورود على المواطنين من المارة وقائد المركبات في الشوارع والميادين وأماكن الخدمات والارتكازات الأمنية على مستوى الجمهورية. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. ربنا يحميكم ويحفظكم، لأن أنتوا بتعملوا عمل عظيم لينا وللبلد. كل سنة طيبين وإن شاء الله يكون عيد سعيد علينا. كل سنة وأنتوا طيبين وتحيا مصر وربنا يخليكم لينا. كل سنة وأنتوا طيبين. الله الله المصريين لما يحبوها. تحيا مصر، تحيا مصر. يا أبطال والدوف الوعد، كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا السيسي. كل سنة وأنتوا طيبين. طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. بشكر الضباط اللي هم وقفونا علينا كل سنه طيبين، وهم دايما في الشارع ومتعاونين معانا وحاسين بالامان معاهم. تبادل رجال الشرطه والمواطنين التهنئه بالعيد مع حرص المواطنين على التاكيد على الدور الذي تقوم به وزاره الداخليه في حفظ الامن وتحقيق الاستقرار في ربوع الوطن، متمنين لهم مزيدا من النجاح في أداء رسالتهم الأمنية. شرطة بجد يعني أمن وأمان للشعب المصري. وزارة الداخلية بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يكرمكم ويقويكم. الله الله المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال وتوفي الوعد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية. بشكرهم كلهم كل الشكر، وموفرين لنا الأمان وكل حاجة حلوة في الحياة. كل سنة وانت طيب، وكل مصر كلها بخير، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي الرب. مصر بخير والله. ربنا يخليكم سهر مصر، مصر ام الدنيا. كل سنه وانتم طيبين. تحيا مصر والله. بتلاقي عزيمه وتضحيه ابطال وتوفي الوعد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. دايما مع بعضنا كده وبنستتبع.